اهلا بيكم. المره اللي فاتت اتكلمنا عن ان الجول محتاج يبقى سبيسيفيك محدد علشان يبقى قابل للتحقيق. المره دي عايزين نضيف له صفه كمان، صفه عشان نخرجه من السحابه دي ونمسكه في ايدينا. الصفه دي هي صفه انه يبقى قابل للقياس. الجول بتاعنا محتاج يبقى ميجربل، ميجربل بارقام، حاجة ممكن تقول عليه صفات معينة، عمارة كم دور، حجم الووتر كونتينر كم لتر، كم متر مكعب، مساحة الأرض اللي هتبني عليها العمارة، الاساينمنت بتاعتك المفروض تخلص بعد كم ساعة وما إلى ذلك. إيه بقى اللي احنا نقصده بكلمة إنه يبقى قابل للقياس دي؟ لو تعالى تخيل معايا كده ان انت عندك شيت، كلنا عندنا شيتات في الجامعه، والمفروض ان انت هتحله. فانت كده سحبت ورقه من الكشكول وحطيتها على المكتب، وبسم الله الرحمن الرحيم وهتبتدي تشتغل. قام جات لك تليفون واحد صاحبك، عملت ايه النهارده في الاساينمنت، عملت ايه في الشيت، خلصته ولا لسه؟ لا والله لسه ما خلصتوش، انا يا دوب خلصت 50% منه. طيب الحق خلص بسرعه بقى علشان عايزين ننقله منك عشان نبقى نقدمه مع بعض. يلا مع السلامه. سيبك من حته ننقله منك دي. انت لما قلت له ان انت خلصت 50% من المشروع، انت كنت كذاب ولا كنت صادق؟ تاني، انت يا دوب سحبت ورقه وحطيتها وقلت بسم الله الرحمن الرحيم. بعضكم هيقول ان انت كنت كذاب، والبعض التاني هيقول كنت صادق. خليني اقول لكم، انت لا كداب ولا صادق، انت اجابتك ملهاش معنى لان السؤال ملوش معنى. ازاي؟ اولا انت ممكن تكون كنت عامل حسابك ان البروجكت ده او الاساينمنت دي هتاخد ورقتين، انت سحبت ورقه يبقى انت خلصت كده نص مشروع ولا لا؟ 50% مش كده؟ ممكن تكون كنت عامل حسابك ان انت هتشرب كوبايتين شاي وانت بتحل الشيء، وقدامك واحده منهم تبقى انت خلصت كوبايه شاي ولا لا؟ ممكن الاساينمنت يبقى المفروض لها يومين، خلص منهم يوم وفاضل يوم، يبقى الوقت نص خلص ولا لا؟ يبقى 50% هنا ممكن تكون مش كده. هو السؤال اللي كان مش صح، لان ما يهمنيش انا انت عملت قد ايه من الاساينمنت، انا يهمني حاجه محدده، انت حليت كام مساله من المسائل. تعالى نرجع لورا شويه. عمرك شفت في التلفزيون مثلا حد بيكلم قدام واحد من الوزراء ولا واحد من المسؤولين الكبار وبيعرض مشروع وبيعرض خطوات العمل في المشروع وبيقول ايه؟ تمينا 50% او 70% من اعمال المشروع. عمرك سمعت حاجه زي كده؟ لا. دايما بتسمعه يقول ايه؟ مثلا لو مشروع بنتكلم برضو على عمارات سكنية او مدينة سكنية، هتلاقي يقول لك وقد تمت وقد تم 70% من اعمال الحفر، او خلصنا 50% من اعمال الخرسانة، او 30% من اعمال التشطيبات. خلي بالك الرقم 50 70 30 دايما جاي بعديه طريقة القياس. يعني لو ان 70% من اعمال الحفر، لو المشروع فيه 100 عماره اقدر الف واعد الاقي فيه 70 حفره، صح ولا غلط؟ لو 69 تبقى انت كذاب، لو 71 يبقى انت برضه كذاب. ليه؟ لان ده رقم قابل للقياس، مفيش فيه اختلاف. يبقى المفروض لو انت هتختار حاجه تحطها في الهدف، لازم الهدف ده تقدر تقيسه. اوكي؟ يبقى لازم الجول يبقى ميجربل. يبقى أول خاصية عشان الهدف يبقى قابل للتحقيق كانت إنه يبقى سبيسيفيك، تاني خاصية إنه يبقى ميجربل. هنشوف بقى مع بعض الخاصية الثالثة في الفيديو الجاي إن شاء الله.